بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب السابع من الكتاب الرابع والخمسين، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، وصفاتهم وأزواجهم. والقمر عند لغة العرب لما يريدوا يشبهوا حاجة على صورة القمر يعني على غاية من الجمال والإنارة والاستنارة، يبقى المقصود هنا مش الاستدارة، ولكن مقصود الكمال والإنارة والجمال. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 25 بعد 307,000، قال: حدثني عمرو الناقد ويعقوب بن إبراهيم الدورقي جميعا عن ابن علية اللي هو إسماعيل بن علية، واللفظ ليعقوب، قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: أخبرنا أيوب عن محمد اللي هو ابن سيرين قال: إما تفاخروا وإما تذاكروا الرجال في الجنة أكثر أم النساء. أولم يقل أبو القاسم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء لكل امرئ منهم زوجتان من أهل الدنيا، يعني لأن حور العين عددهم أكثر، يبقى زوجتان نقصد من أهل الدنيا، يبقى معناه لكل واحد من أهل الجنة زوجتان، يبقى إيه؟ النساء أكثر، النساء في الجنة أكثر. بشرى أقول للنساء، الرجالة ما بترضاش تفرح الستات، كلام تم قال لي إيه؟ يكبتوا الستات، نقصت عقل ودين، نقصت حتى ما يفهمهمش يعني ايه نقصت عقل. فلازم تبين السنه، لان في ناس كرهت السنه يقول لك السنه ذكوريه، مين قال بقى ان ذكوريه؟ كلهم خلق الله، ورد النساء شقائق الرجال في الاحكام. فبيقول هنا: قال: اما تفاخروا واما تذاكروا الرجال في الجنه اكثر ام النساء، يعني كان ناس كانوا جالسين بيتفاخروا أو يتذاكروا، الرجالة أكتر في الجنة ولا الستات؟ بيسألوا، فهمت إزاي؟ فقال أبو هريرة، سيدنا أبو هريرة بقى رد عليهم، مجموعة بالتابعين قاعدين يتكلموا، فسيدنا أبو هريرة راح رد عليهم بهذا الحديث بقى. فقال أبو هريرة: أولم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، يعني كناية على ايه؟ رقة الخلقة وجمالها، يعني دي كناية عن رقة الخلقة وجمال الخلقة. وما في الجنة أعزب، ومفيش حد في الجنة أعزب، لا في امرأة بلا زوج ولا زوج بلا امرأة ولا رجل يعني بلا امرأة، مفيش في الجنة أعزب أعزب. فهذه بشارة كبيرة لأن النساء ضعف الرجال في الجنة، ودي نعمة كبيرة، ربما لأن عددهم الأصلي أكثر، ربما إن عدد النساء أكثر نسبيا من الرجال، وإن كان يعني نسب المواليد لما بيعملوا إحصائيات بيجدوها متقاربة، يعني ما بيعملوا إحصائيات مثلا نسبة مواليد الذكور والنساء مثلا في بلد زي مصر 90 مليون، شوفوا كم ذكر اتولد في السنة وكم أنثى اتولد في السنة، يوم متقاربة سبحان الله،
49% 50% ساعات 51 يعني ايه متقاربة مش نسبة كبيرة يعني متفاوتة لكن ايه يبدو ان عدد النساء اللي هيدخلوا الجنة عشان بيستحملوا الرجالة برضو الظاهر ان الرجالة اصلهم برضو ايه صعبين شوية وكل ما تصبر على الرجال وايه ان شاء الله تدخل الجنة تصبر على زوجها وعلى ابنائها وعلى ابنها وعلى اخيها وعلى ابيها ما هو الرجاله محوطينها من كل جهه وكابتنها وهي تصبر تعمل ايه؟ وتسلم امرها لله تدخل الجنه ان شاء الله. وعن ابي قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ايوب عن ابن سيرين قال اختصم الرجال والنساء وأيهم في الجنة أكثر فسألوا أبا هريرة رضي الله عنه فقال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علي. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد أمال النبي بيقول رأيت أكثر أهل النار النساء الله وأكثر أهل الجنة النساء برضه أكثر أهل النار النساء لأنهم يكفرن العشير مش كده برضو ويكثرن اللعن ويقصد أن النساء الموحدات اللي هي نار التنقية مش نار الجحيم اللي هي الخلود لأن بيكلم هنا بيحذر أمته المطيعين يبقى بيكلم على نار إيه التنقية وليست نار الخلود نار الخلود للكفار فهمت يبقى في جانب المؤمنين اللي هيدخل النار من النساء اكثر من الرجال نار الترقية والتنقية وليست نار الخلود فهم وهنا بقى في جنة الخلد كذلك النساء اكثر من الرجال يعني النساء متفوقات في الشر وفي الخير فهم بس فيها الامهات ما النساء دول مين امهاتنا واخد بالك واخواتنا وزوجاتنا واحنا نفرح لهم برضه عشان تفرح ان امك تلاقيها في الجنه تفرح فاهم؟ فما تقولش جاتنا نيله في حظنا الهباب ولا حاجه سلم الامر لله. وعن ابي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد عن عمارة بن القعقاع قال حدثنا ابو زرعه قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول من يدخل الجنه حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب واللفظ لقتيبة قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يتفلون يعني خلاص ما فيش قذورات بقى في الجنة خلاص كل دي أقذار فيش في الجنة قذارة بقى يبقى ولا نجاسة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يتفلون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك يعني عرقهم أطيب من المسك أو زي المسك والنبي لو لقى أطيب من المسك كان قال لنا كمان يبقى بيضرب المثل في طيب الرائحة يعني. ومجامرهم الألوة مجامرهم يعني مباخرهم مباخرهم الألوة يعني عود إيه البخور أحسن أنواع البخور هو العود وأغلاها أغلى من الذهب يعني الجرام فيه أغلى من جرام الذهب شوف قد إيه ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء أخلاقهم يعني طبائعهم وعريكتهم على أعلى خلق رجل واحد على أخلاق النبي كده صلى الله عليه وسلم أهل الجنة لا عندهم غل ولا حسد ولا حقد ولا تنافس ولا سوء طبع ولا طمع ولا الحاجات دي خالص موجودة واخد بالك أخلاقهم على خلق رجل واحد ولا في مكر ولا في حب سيطرة بقى ولا عايز إيه يعني
يفرض رأيه عليك أو يطمع في اللي في إيدك، الكلام ده مش موجود خلاص في الجنة. إخوانا على سرر متقابل، نزعنا ما في صدورهم من غل، مش كده برضو؟ أخلاقهم على خلق رجل واحد، على صورة، وخلقهم بقى على هيئة إيه؟ على صورة أبيهم آدم، يعني كامل. سيدنا آدم خلقه الله كامل الخلق، مش في أطوار، ما يمرش بأطوار. سيدنا آدم مخلوق كامل من الأول كده على طول، ما مرش بطور حتى طفولة ولا ده، هو خلقه كامل كده على طول، يعني على أكمل خلق، مش هتمر في أطوار زي الدنيا كده، مرة جنين ومرة مش عارف إيه ومرة ضعيف ومرة بتحبي ومرة تقع ومرة تقوى ومرة تضعف ومرة تمرض، لا فيش الأطوار دي بقى، خلاص على أكمل خلق، على صورة أبيهم آدم. 60 ذراعا في السماء، لان طبعا الجنة محتاجة حجم كبير، لان انت هنا قاعد في كوكب الارض، كوكب الارض ده عبارة عن نقطة لا تذكر في الاكوان، انما الجنة في السماء السابعة حيث السعة، عرضها كعرض السماوات والارض، فاين طولها اذا كان عرضها عرض السماوات والارض، اين طولها؟ يبقى كبيرة قوي، وبالتالي اللي يعيش في حتة كبيرة زي دي يبقى ضخم كده عملاق، علشان يعرف يتمتع، كلما ازداد حجمه كلما ازداد اكله فازدادت متعته، وكلما ازداد يعني تنعما يشعر بالنعيم، كلما ازداد جسمه كلما ازداد نعيمه، لان حيتنعم بكل ذره في جسمه وكل قطعه في جسمه، فربنا اراد. وكذلك اهل النار، ضرس الواحد فيهم زي جبل احد، ليزدادوا ايه؟ ليزدادوا عذابا وايلاما والما. فهمت؟ يبقى على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، يعني هل أبونا آدم لما خلقوا ربنا في الأرض كان 60 ذراع؟ في ناس افتكروها كده، النبي بيقول لا، ده على صورة أبيه، يعني ليهم رأس جميلة وجزع جميل وأقدام كاملين، وهيبقوا في السماء 60 ذراع. ففي ناس قالت يبقى يعني أبونا آدم كان قد الديناصور كده، يعني مش مستبعد، ما فيش مانع، لما اتخلق كان في ديناصورات عشان يعرف يعيش في وسطهم، ما يجراش حاجه، لكن ما تدلش 100%. فهمت ازاي؟ لان هم بيقول لك بتقول الحفريات احنا ما لقيناش يعني ايه هياكل عظميه بهذا الحجم الكبير، بس 60 ذراع ده يعني زي عماره كده 5 ادوار، يعني شوف انت ما يمشي جنب عماره 5 ادوار يبقى يحط ايده على السطوح بتاعها، واخد بالك؟ يعني حاجه ضخمه جدا. فهمت؟ لكن على اي حال يقول لك 60 ذراعا في السماء، يعني ايه؟ خلقه في السماء كده، وهيكون في السماء امتى؟ يبقى في الجنه، تحتمل هذا المعنى وخلاص، عشان ما يجيش واحد يقول لك اصل السنه بتصدم ايه عقلنا، يقوم ينكر السنه. لا يا سيدي، السنه ما بتصدمش عقلك ولا حاجه، انت اللي عقلك مش قادر يستوعب. فهمت؟ وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل لا يتغوطون ولا يبولون ولا يمتخطون ولا يبزقون، أمشاطهم الذهب ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك، أخلاقهم على خلق رجل واحد، على طول أبيهم آدم 60 ذراعا. قال ابن أبي شيبة على خلق رجل، وقال أبو كريب على خلق رجل بفتح الخاء، خلق يعني عريكة وسلوك وإيه وطبيعة، وخلق يعني على صورة حسية. وقال ابن أبي شيبة على صورة أبيهم. باب في صفات الجنة وأهلها وتسبيحهم فيها بكرة وعشية. وعن أبي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول زمرة تلج الجنة
صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يقصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون فيها، آنيتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم من الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان من أهل الدنيا يعني. يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. يقال أن أهل الجنة يلهمون التسبيح والحمد كما تلهم أنت النفس في الدنيا. أنت طول النهار مش بتتنفس، أو نفسك في الجنة يبقى تسبيح وتهليل، يعني لا تجد إيه كلفة، حسش فيه تكلف، يبقى التسبيح طالع منك كده سجية، زي ما نفسك كده داخل طالع وانت عايش حياتك، حتى وانت نائم بتتنفس، فهمت؟ وإن كان الجنة لا نوم فيه، لأن النوم أخو الموت والجنة لا موت فيه. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لعثمان، قال عثمان حدثنا، وقال إسحاق أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يدفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قالوا فما بال الطعام، يعني طب الطعام هيروح فين اللي بيأكلوا له؟ ولو بياكلوا بقى ما يخرجش حاجه منهم، يفضلوا ينتفخوا ويتنفخوا، يبقى حاجه بقى موربد اوبيز، يعني يبقى ايه عنده سمنه مفرطه يعني. قالوا فما بال الطعام؟ قال جشاء ورشح كرشح المسك. جشاء يعني تنفس كده، يطلع شويه هواء كده خلاص، ورائحته بقى مش زي الجشاء اللي هو التكريع بتاع اهل الدنيا، رائحته يعني تخلي ايه الناس تموت من القذارة، لا ده بيبقى أطيب من المسك. يبقى جشاء اللي يسموه تنفس المعدة عند امتلائها، اللي يسموه التكريع جشاء، ورشح يعني عرق كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس في الدنيا. شوف يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد إلى قوله كرشح المسك، اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. وعن أبي قال وحدثني الحسن بن علي الحلواني وحجاج بن الشاعر كلاهما عن أبي عاصم قال حسن حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذاك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون النفس. قال وفي حديث حجاج طعامهم ذلك. وعن أبي قال وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله، غير أنه قال ويلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس، يعني في الدنيا. باب في دوام نعيم أهل الجنة وقول تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني الدرجات التي في الجنة على قدر أعمالكم، أما مطلق الدخول فبالرحمة. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من يدخل الجنة ينعم لا ييأس، ينعم لا ييأس، يبأس، يبأس يعني ايه؟ يعني يمرض من البأس اللي هو المرض، او يشعر بشدة، يعني لا يوجد فيها بقى الا مرض ولا صداع ولا الام ولا اي حاجة ايه تدخل على قلبي الحزن، يعني ينعم لا يبأس
لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. يفضلوا كلهم كده 33 سنة على طول، 33 سنة ايه؟ على طول. يبقى لا يفنى شبابه. على طول يعني ايه؟ لان مفيش حركة افلاك، يبقى مفيش زمن. طالما لا يمر عليه زمن يبقى خلاص، يبقى مش هيكبر. اللي يكبرك هو حركة فلك، اللي يخلي يعدي سنة واثنين وثلاثة وتكبر، فاهم؟ لكن لو تصورت ان عجلة الزمن وقفت نفضل كده زي ما احنا ولا يحصل لنا اي تغير، فاهم؟ وعن ابي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد واللفظ لاسحاق قال اخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري فحدثني ابو اسحاق ان الاغر حدثه عن ابي سعيد الخدري وابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد ان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا وان لكم ان تشبوا يعني تظلوا شباب يعني فلا تهرموا ابدا تعجزوا يعني وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا فذلك قوله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يا رب اجعلنا منهم ومعهم نحن وذريتنا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وسائر المسلمين يا رب العالمين. باب في صفة خيام الجنة وما للمؤمنين فيها من الأهلين. وعن أبي قال حدثنا سعيد بن منصور عن أبي قدامة وهو الحارث بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا. لؤلؤة واحدة مجوفة تبقى زي خيمة كبيرة 60 ميلا، لان انت عارف المسافات في الجنه غير مسافات الدنيا. ده احنا لسه قاريين امبارح ان في شجره في الجنه ظلها يمشي الراكب فيها 100 عام، مش كده برضو؟ يبقى الاحجام في الجنه مختلفه تماما عن الاحجام في الدنيا، فهمت ازاي؟ من لؤلؤه واحده مجوفه طولها 60 ميلا للمؤمن فيها اهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. في كل حتة في هذه اللؤلؤة أهل، يعني إيه؟ حور عين يعني، ما يعرفوش بعض. المؤمن يطوف عليهم وما يشوفوش بعض ولا يعرفوا بعض من ساعتها، وما يشوفوش بعض ليه؟ عشان ما يبقاش في غيرة حتى. شفت قد إيه؟ فلأن الغيرة هتولد إيه؟ إن الراجل طول النهار قاعد يصالح الست دي مع الست دي ويصالح الست دي، يعني إحنا فاضيين في الجنة بقى نقعد نصالح حد؟ مفيش مشاكل، يبقى مفيش مشاكل، مفيش غل. ده اللي بيتجوز اتنين في الدنيا بيجننوه، فما بالك اما يبقى عنده 70 من حور العين، واخد بالك ازاي؟ ففي الجنه بقى مفيش حكايه بقى الشقاق والنزاع والمنافسه والغيره، الحاجات دي مش موجوده، فمفيش مشاكل بقى خلاص. يعني اللي يتجوز اتنين يجننوه، اللي يتجوز ثلاثه يجننهم، واللي يتجوز اربعه يموتهم. فشغلانه صعبه، واخد بالك؟ ده في الدنيا عشان التنافس والتناحر. وعن ابي قال وحدثني ابو غسان المسمعي قال حدثنا ابو عبد الله الصمد ابو عبد الصمد قال حدثنا ابو عمران الجوني عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيمة درة طولها في السماء 60 ميلا في كل زاوية منها أهل للمؤمن لا يراهم الآخرون. باب ما في الدنيا من أنهار الجنة. ربنا ادانا برضو في الجنة أشياء، في الدنيا أشياء من الجنة علشان نتنعم بها، وإن كانت فيها التنغيص لأنها جاءت في الدنيا، فلما جاءت الدنيا اختلطت بالمنغصات،
كويس. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وعبد بن نمير وعلي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر حا قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. سيحان وجيحان دول موجودين كده في أرمينيا وأذربيجان والبلاد دي، أنهار كبيرة عظيمة هناك، غير سيحون وجيحون. في سيحان وجيحان وفي سيحون وجيحون، دي غير دي. كويس. سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف سدرة المنتهى إيه؟ ينبع منها نهران ظاهران ونهران باطنان، أما الظاهران فالنيل والفرات، مش كده؟ والباطنان الكوثر وإيه والسلسبيل. ناس يقول لك طب إزاي يا أخي من الجنة يا أخي؟ الجنة دي هناك في السماء السبع وإحنا هنا في الأرض، إزاي يعني ينبع من الجنة؟ طلعنا القمر يعني ما شفناش نهر النيل ماشي كده لما طلعوا في السماء، ولا اسمها غباوة. هذا التفكير اسمه تفكير غبي. ليه بقى؟ لأن ربنا يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. فرزق ده موجود في الجنة في السماء. كويس. الأمطار دي مش رزق؟ بتيجي منين؟ من السماء. طيب لها خزائنها فين؟ خزائنها في السماء. في السماء الدنيا خزائن كل الأنهار وكل الأرض، وربنا اختص بعض الأنهار خلى خزائنها عند سدرة المنتهى في السماء السبع، لكن الباقي كله في السماء الدنيا. يبقى كل ما خزائن الأرض خزائنه فين؟ في السماء الدنيا، إلا النيل والفرات اللي ذكره النبي ده في السماء السبع. فهمت إزاي؟ فهو مصدره من هناك، مصدره من هناك، لكن يمر على مراحل، فأنت لا تراها وهي أنهار. أنت بتشوف السحاب يعني بتشوفها جبال؟ أنت ما بتشوفهاش جبال من برد، أنت بتشوفها كده عبارة عن غيمة كده وحد. لكن إيه؟ سحاب ثقال، ده بيقول لك وزنها أطنان زي الجبال، وزنها قد الجبال، سبحان الله وهي ماشية كده. واخد بالك؟ وهي بتسوق الإيه؟ المياه اللي بتروح تنزل عشان تبقى في فيكتوريا تطلع نهر النيل، وتروح هناك تطلع لك نهر الفرات. مش هي دي عبارة عن مجموعة أمطار مجمعة؟ فيعني السنة يعني مش لا تصدم العقل، بل بالعكس هي ماشية مع العقل. ربنا بيقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعني تقدير الأشياء وخلقها يكون في السماء ثم ظهورها في إيه؟ في الدنيا. فمحل التقدير والخلق في السماء، ومحل التكوين في الدنيا. فالخلق هو التقدير، والتكوين يكون كن فيكون في الدنيا في عالم الشهادة. فهم؟ فالنبي يتكلم على التقدير والخلق، وانت بتنظر على التكوين، وهناك فرق بين التكوين وبين الخلق. انما اذا اراد شيئا ان يقول له، اذا اراد شيئا يعني يخلقه، يقول له كن فيكون، يعني يظهر، اظهر وبان، يعني هو كان موجود تقديرا لكن لم يكن ظهورا، فاراد له الظهور. فهمت بقى؟ وبالتالي ما فيش ما يصدم العقل. يبقى تقديرها من الجنة، تقدير هذه الأنهار مقدرة في الجنة، مقدرة قدرها وكمية المياه اللي تنزل فيها ووقت ظهور المياه فيها، كل ده كان موجود في الجنة. وبعدين كده ربنا سبحانه وتعالى يظهره في عالم الشهادة وقتما يريد في الوقت الذي يريد. ايه المانع يعني؟ ايه المانع عقلا انه فهم؟ وبعدين انت دلوقتي اخترعنا الكمبيوتر، الكمبيوتر المعلومة لها عدة وجودات في أماكن مختلفة، موجودة في الهارد ديسك على هيئة، وفي السوفت وير على هيئة، وعلى المونيتور على هيئة. فاهم؟ الهارد ديسك المعلومة فيه عبارة عن فوتون، يعني حاجات يعني دوتس كده من الايه، من الومضات الضوئية، يسموها فوتونز دي في الهارد ديسك. الفوتون المجموعة دي في الهارد ديسك قبل اما تيجي تستدعيه على الشاشه لازم تمر على السوفت وير، عالم تاني غير الهارد ديسك. السوفت وير تفكها
تفك الفوتون المجموعه دي عشان تخليها لك مؤهله انك تشوف تفاصيلها. وبعد ما تفكها تروح ظاهره لك على المونيتور على الشاشه صوره بتتحرك. فهمت ازاي؟ يبقى وجودها في الهارد ديسك يختلف عن وجودها في السوفت وير، يختلف عن وجودها في الشاشه، وهي شيء واحد. فهمت ازاي؟ له صور متعدده في العوالم المختلفه. ففي عالم الهارد ديسك لها صوره مجموعه، وفي عالم السوفت وير لها صوره مفروقه، وفي عالم الشاشه لها صوره منظوره متحركه. فلما نيجي نقسم بقى، الهارد ديسك هو عالم الجبروت، عالم الاراده. كويس؟ السوفت وير عالم الملكوت، والشاشه عالم الملك والشهاده. فهمت؟ نهر النيل له صورة في عالم الجبروت، وله صورة في عالم الملكوت، وله صورة في عالم الملك والشهادة. والنبي بيتكلم هنا على صورته في عالم الملكوت وعالم الجبروت. فكيف تحكم أن السنة تصدم عقلك وأنت لا تنظر إلا إلى عالم الشهادة وخفي عنك العوالم الأخرى؟ والنبي يرى العوالم الأخرى كلها. فهمت؟ فما فيش إشكال عندنا، ليس عندنا إشكال والحمد لله، ليس عندنا شبهة فيما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه صدق وحق. فهم؟ والله تعالى أعلى وأعلم. باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، يعني من الرقة وعدم المكر وعدم الحرص والتوكل والرضا بالقسمة. الطائر يبقى جعان يمشي ما يعرفش هياكل ايه، اللي ربنا يدوله ياكل. فهمت ازاي؟ ما عندوش اختيار، سلم اختياره لربه. فهمت ازاي؟ يخرج من ايه، من العش بتاعه جائع، يطوف في الارض، اللي ربنا يدهوله ما يعرفش ربنا هيديله ايه النهارده، فهو ماشي مسلم امره لله، راضي بقضاء الله. ليس عنده مكر، وليس عنده ايه طمع، وليس عنده حرص، وليس عنده ايه عدم اقتناع بما رزقه الله ورفض، بل لا. يبقى ايه؟ يبقى افئده الطير دي رمز ايه؟ لكمال التوكل وكمال التفويض وكمال الرضا وعدم المكر. ادي معنى افئدتهم كافئده الطير. يبقى في كمال التفويض وكمال الرضا وكمال التوكل وكمال رقه الطبع وعدم المكر والقسوه. وعن أبي قال حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم الليثي قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد قال حدثنا أبي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. وعن أبي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل آدم على صورته. الضمير هنا يعود على مين؟ على آدم. يبقى على صورته الحقيقية كده، خلقه على نفس الصورة اللي انتوا عارفينها كده، يبقى ده يدل على ايه؟ على تكذيب قضية ايه؟ التطور والايه؟ النشوء والارتقاء اللي قالها داروين، ان الانسان مر بمراحل كده من اول ما بقى خليه لحد ما مر بالقرد، وبعد ما بقى قرد اتحول لانسان. غلط. ده سيدنا ادم مخلوق كده انسان من اوله. ان الله خلق ادم على صورته، يعني على صورته الادميه. فهمت ازاي؟ المعلومه. طوله 60 ذراعا. في روايه على صوره الرحمن، ان الله خلق ادم على صوره الرحمن، في روايه كده. يعني على صورة الرحمن، يعني على صفة الرحمن من الإرادة والقدرة والإبداع والكلام والعلم، ودي كلها صفات لله عز وجل. الله قادر فجعل له قدرة، الله مريد جعل له إرادة، الله بصير جعل له بصر، الله سميع جعل له سمع. فهمت ازاي؟ يبقى على صورته يعني على صفته. يبقى لو قلنا إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، على رواية صورة الرحمن، يبقى على صفة من صفات الله. والنبي بيقول تخلقوا بأخلاق الله، الله كريم فخلقه عنده كرم، مش كده برضه؟
الله عزيز فخلقه له عزة، لا يحق لا يكره الضيم والذل، فهمت ازاي؟ وهكذا. الله متكلم خلقه يتكلم سبحانه وتعالى. يعني هي صورات هنا يعني مش معناها التجسيم ولكن معناها الصفات، واضح؟ يبقى ممكن نقول خلق الله آدم على صورته، الضمير يعود على الله وتبقى بمقصد على صفات الله التي نراها في أسمائه الحسنى، واضح؟ أو نقول على صورته، يعني الضمير يعود إلى آدم، يبقى على صورته الآدمية بلا تطور كما يدعي الداروينية، بل مخلوق على هذه الهيئة من أول مرة، واضح؟ أو على صورته، الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو ضمير الأكوان، يعني على الصورة المحمدية، الرأس ميم واليد مع الجزع والخصر حاء والتقاء القدمين والفخذين تبقى الميم الثانية، وعندما فتحت الفخذين يبقى الدال على صورة محمد، يعني تحتمل برضه، كل ده محتمل، فهمت ازاي؟ ودي يبين لك ان النبي صلى الله عليه وسلم السنة يعني فيها اعجاز في البلاغ واعجاز في البيان، جملة واحدة يعبر عنها بمعاني متعددة غير متضاربة، معاني متعددة وغير متضاربة، فهمت بقى؟ دي النقطة مهمة. خلق الله عز وجل آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يجيبونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال فذهب فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، قال فزادوه ورحمة الله، قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن. ده برضو الحديث ده يدل على ان كانت خلقته الاولانية في الارض كان على هذه الحالة، كويس، اللي هي 60 ذراعا، ما فيش ما يمنع، ولا زال الخلق في تناقص، ما فيش ما يمنع، يعني تملت لي الاجيال القديمة. شوف انت عاد إرم ذات العماد، كان الواحد منهم بيقول لك يعني ضخم جدا قد النخلة، كأنهم أعجاز نخل منقعر، شبههم في طولهم انهم كأنهم نخل والريح بتوقعهم وتعمل، يبقى ما زال الخلق في تناقص الى ان تقوم الساعة، لا بأس، ايه المانع؟ ما هذا لا يعني العقل لا يمنعه. ونقف على باب في شدة حر نار جهنم غدا ان شاء الله. يبقى كده خلصنا ما ورد في احاديث متعلقة بالجنة، غدا بقى ان شاء الله نتكلم في احاديث متعلقة بالنار، اعاذنا الله منها نحن واحبابنا وسائر امة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.